يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني عشر الأوائل من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدل على فضل هذه الأيام، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فضل رمضان على الشهور، وفضل ليلة القدر على الليالي، وفضل هذه الأيام العشر على بقية الأيام. يسن للمرء أن يكثر فيها من الطاعات: الاستغفار، التسبيح، التهليل، الجلوس في المصلى بعد الفجر إلى طلوع الشمس لتكتب له عمرة، صلة الرحم، الصدقات، الصوم إن تيسر له ذلك، أن يقرأ من القرآن ما يتيسر، أن يعمل ما يستطيع من الطاعات، فإن الأجر فيها مضاعف. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، الله جل وعلا يحب العمل الصالح في هذه الأيام العشر. فاجتهدوا أيها الإخوة الكرام في التعبد لله تعالى فيها بقدر ما يتيسر للإنسان. وكذلك من أحكامها أن من كان يريد أن يضحي، من عليه أضحية، فإنه لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا مع دخول هذه العشر. الأب الذي هو مسؤول البيت هو الذي لا يأخذ من شعره وأظفاره، أما الزوجة والأبناء والبنات فليس لهم في ذلك بأس. وإذا كان المرء عنده ولد أو ولدان مثلا وهما متزوجان ويسكنان في البيت نفسه، وطعامهم وشرابهم واحد، وحاجاتهم في البيت واحدة، فإن ليس على البيت كله إلا أضحية واحدة، حتى لو كان في البيت ثلاثة أو أربعة أسر. أما إذا كان كل واحد مستقل، مثل البيت البيت مثلا عبارة عن شقق، وكل شقة لها مسؤول، الزوج أو الأب هو المسؤول عن شقته، فهو الذي يشتري لها الأغراض، وطبخهم لوحدهم وطعامهم لوحده، هم مستقلون تماما. فإذا كان كذلك فإن على كل بيت أضحية. والصحيح أن الأضحية سنة مؤكدة، ليست سنة عادية، بل أوجبها بعض أهل العلم أنها سنة مؤكدة. فمن كان يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره من بداية العشر، منذ أن تبدأ العشر فلا يأخذ من شعره وأظفاره. ولا بأس للمرء أن يذبح الأضحية في خارج البلد. بعض الناس يقول: أنا سأرسل مالا إلى أهلي في بلدي ويشترون الأضحية فهم أحوج إلى اللحم. لا بأس في ذلك، وإن كان الأفضل أن تذبحها بنفسك في البلد الذي أنت فيه. لكن لو أراد أن يرسل إلى أهله مالا، أو أراد مثلا أن يوكل بعض الجمعيات الموثوقة في هذا، فإنه ليس عليه في ذلك بأس.